أمي هي أغنية جديدة، هي آخر عمل لي اللي هو بمناسبة عيد الأم نزل مؤخرا، أغنية مصرية 100% واللي يعني اتخذت موضوع الأم العنوان ديالها، الأم اللي توفات أو الأم اللي مازال عايشة، فهي يعني أغنية ضافت لي في مسألة الإحساس أكثر والفن الجميل اللي أنا دائما كان بغي نقدمه. هي الإنتاج تم من شركة فور ميديا عاكف اللي هي في مصر، اهتمام بالصوت، صوت حنان محمد كصوت يقدر يعطي، فهما اكتشفوا أن هذا الصوت هذا يمكن الدعم دياله ومساندته من خلال عمل اللي هما تكلفوا بالمصارف دياله الحمد لله، عمل مصري بالمئة، مصري بمئة بالمئة، لأنه مع الأسف وكنقولها ومن هذا المنبر أن مع الأسف الفنان المغربي مدعم أكثر في الشرق أكثر من المغرب، لأن لحد الآن مازال ما جانيش عرض من شركة إنتاج اللي تأخذ العمل أو على الأقل تساند في أي حاجة، فهذه رسالة كنقدمها للمسؤول على الفن من وزارة الثقافة أو الجهات المعنية أصلا. هو الجديد ديال حنان محمد هو مشاركة في مهرجان في تونس إن شاء الله، استدعاءات في القنوات المغربية مؤخرا بصدد هذه الأغنية اللي هي أغنية أمي اللي لقاتكم كمان واحد الإعجاب من فنانين واللي كنشكرهم حتى هما بما فنانين معروفين، اللي هي كاين عاوتاني هو كاين واحد الأعمال اللي غتكون من مصر بما هي مشاركات في مهرجانات وسهرات رمضانية بإذن الله، ودائما عندي سهرات رمضانية في تركيا اللي غتكون دائما بمناسبة رمضان المبارك، وهذا هو اللي في الساعة كاينة. الحاجة اللي بغيت نأكدها هو أن كاين واحد المهرجانات اللي غنقدم بهم فيها جمعية، لأن مسؤولة على جمعية هيومن أرت اللي هي فيها تهتم بكل الفنون، وهاد المبادرات اللي جات من الناس اللي عندهم خبرة في الميدان، وغتكون ان شاء الله اخبار جديده ما غاديش نعلن عليها لحد الان ان شاء الله، فاش غتكون ان شاء الله كاين مهرجانات اللي غتكون فريمون اللي كنحاولوا ان حنا نرقاو بالفن ونرقاو بالموسيقى وسط ما يجري. يعني ما هي كالعاده كنشكر اميرو 24 في شخص سي سعيد اللي دائما كيلبي الدعوه، شكرا لاستضافتي، وان شاء الله الجديد قادم وبقوه ان شاء الله، فكونوا في الموعد، وشكرا للجمهور ديالي اللي متبعني سواء عبر الفيسبوك أو عبر القنوات اللي كنظهر فيها.